من جديد نتواصل اعزائي المشاهدين. خلوني بس في البدايه اقول لكم النتائج الخاصه بالاسبوع الحادي عشر، وهنشوف نستعرض جدول الدوري مع بعض وما قالت اليه الامور بعد نتائج هذا الاسبوع. البدايه كانت المقاولين ودجله، وتفوق دجله بهدف مقابل لا شيء. الاتحاد ودمنهور 1-0 الاتحاد السكندري، امبي والجيش 3 امبي لا شيء، الجونه وحرس الحدود وتفوق الحرس بهدف مقابل لا شيء. بتروجيت وسموحه، بتروجيت قدر يخطف مكسب امام سموحه. المقصه والمصري مباراه دراماتيكيه، مباراه كانت قويه 3-2 للمقصه. الشرطه والنصر 1-0 للشرطه. الرجاء والاسيوطي، والرجاء قدر يحقق مكسب كبير بثلاث اهداف مقابل لا شيء. الاسماعيلي والزمالك، واللي انتهى منذ دقائق قليله وانتهى بتعادل السلبي. بكده يكون ترتيب جدول الدوري العام وفقا للاتي: ام بي في الصداره وفي المركز الاول 23 نقطه، في المركز الثاني نادي الزمالك من 22 نقطه، ولعبوا عدد نفس عدد اللقاءات ده 10 وده 10 كمان، معاهم وادي دجله لعب 10 لقاءات وفي المركز الثالث برصيد 20 نقطه. بتروجيت في المركز الرابع 19 نقطه، وحرس الحدود في المركز الخامس 18 نقطه. المصري في المركز السادس برصيد 17 نقطه، متساوي مع مصر المقصه في عدد النقاط اللي في المركز السابع برصيد 17 نقطه ايضا. الداخليه 16 نقطه في المركز الثامن، طلائع الجيش 16 نقطة كمان معهم، اتحاد الشرطة 16 نقطة لكن في المركز العاشر. الأهلي في المركز 11 وعنده 14 نقطة، لعب بسبع لقاءات، إذا في ثلاث لقاءات باقية ومتبقية للنادي الأهلي. سموحة في المركز 12 14 نقطة، نادي الإسماعيلي مركز 13 و13 نقطة بعد تعادل النهاردة، وعارفين إنه عنده خصم ست نقاط. الرجاء 13 نقطة في المركز 14، الجونة في المركز 15 11 نقطة، الاتحاد السكندري 11 نقطة بيحتل بقى مركز ال 16، المقاولين العرب في مركز 17 ب 10 نقاط، الأسيوطي في مركز 18 4 نقاط، والعدة منهور في المركز 19 ب 3 نقاط، أما النصر فيقبع في قاع الجدول بنقطة وحيدة من 11 لقاء خدهم. بالتأكيد جدول الدوري من الممكن كابتن اسلام خلال الفترة اللي جاية تتغير الامور، خاصة ملاحظين تقارب في المراكز، نقطة واحدة بتفرق كتير، يعني عند الداخلية الجيش الشرطة 16 نقطة، معاهم مصر المقصة والداخلية والمصري تحديدا 17 نقطة، إذا الأمور متقاربة، ممكن أسبوع واحد يقلب الدنيا بشكل عام. زي ما بقول لحضرتك مباراة واحدة بتقدر تنقلك نقلة تانية خالص. حتى عايز أقول لحضرتك إن كمان أكبر دليل إن الفرق قريبة من بعضها، شوف النتائج هتلاقي 3-2 1-0 1-0 1-0 1-0 بغض النظر عن مباراه الجيش وامبي، وان كنت انا شايف ان نتيجه المباراه تعبر عن احداث سير اللقاء على الاطلاق، لان الجيش قدم مباراه كويسه جدا، لكن امبي عنده لعيبه محترمه وعنده مدرب محترم، عرفوا ازاي ان هم يخطفوا المباراه. فزي ما بقول لحضرتك الفرق قريبه جدا من بعض في المستويات، حتى النتائج برده قريبه جدا من بعض، فمباراه واحده تقربك مباراه واحده تبعدك، فاعتقد ان الفريق الكويس اللي هيقدر ينافس السنه دي اللي هو المكسب بيجيب مكسب، ان انت تعمل انتصارات متتاليه علشان تقدر تحقق حاجه كويسه. لكن بشكل يعني عامل الدوري شكله محترم السنه دي، ما بقتش انت خايف دلوقتي تقدر ما تقدرش تقول دلوقتي النادي الاهلي هيكسب البطوله من بدري او النادي الزمالك هيكسب البطوله من بدري. اتمنى ان السنه دي ان شاء الله يبقى نادي غير النادي الاهلي او الزمالك ياخد البطوله، علشان يبقى شكل كبير وجديد للدوري المصري، ونشوف فرق كبيره ومختلفه، وتلاقي بقى الدوري يختلف تماما عن ما سبق، وكل ده طبعا هيفرق جدا مع منتخب مصر، يعني فمش هتلاقي منتخب مصر فيه لعيبه الاهلي والزمالك بس، هتلاقي لعيبه الانديه الثانيه كلها، وفي الاخر ده كله في صالح الكره المصريه يعني. طب بالظبط، اكيد في صالح الكره المصريه ان يكون عندك مسابقه قوية، وده هناخدها هنتكلم في جزئيه خاصه بمنتخب مصر اللي هو في الاخر كل المسابقات بتصب في هذا الاتجاه وفي مصلحه هذا الاتجاه، ولكن لما يكون في منافسه على الصداره بالتاكيد شيء قوي وشيء جيد، وان انديه كتير بتتنافس على المراكز الاولى سواء الاول او الثاني او حتى الرابع، ولكن لما يكون في منافسه ثانيه في القاع وفي دوري ثاني وفي منافسه قويه جدا في الانديه، لان في خمس انديه هبطوا لدوري ممتاز به، متوقع تكون هناك صراع بشكل كبير جدا على الهروب من منطقه الهبوط، وكمان في ظل طبعا الصراع على القمه، اذا ده بشكل عام يودينا لدوري قوي.
يعني هو الصراع على القمه طبعا، خاصه لما تلاقي فرق جديده بتصارع على القمه مثلا انبي ودجله بالاخص السنه دي. فانت بتحس انك مستمتع، يعني انا كان لعيب كوره وانا بنافس على الدوري بحس ان انا عندي تارجت مختلف السنه دي، فبحس ان انا مستمتع جدا بالمنافسه دي. وبعدين السبوت بيبقى عليه كبير، الناس النهارده هتفكر في وادي دجله بشكل تاني غير قبل كده، هيبقى السبوت اكتر، حتى الفرق اللي بتلعبك هتركز معاك اكتر، هيبقى فيه صعوبه اكبر، فده هيتطلب منك مجهود اكبر، وهي دي متعه الكوره اللي هتعمل شكل قوي للدوري. بالنسبه لفرق القاع انا دايما اقول ان الفرق اللي ما بتدعمش كويس بتدفع ثمن الخطا ده. ده منهور الاسويت ما بتدعمش كويس. طبعا ما بتبداش فتره اعداد كافيه، بتجيب مجموعه من اللاعبين، بتحاول انها تبقى عندها تشكيله اساسيه وعناصر اساسيه وعندها كمان دكه. حضرتك شوف التجارب السابقه كلها، هتلاقي ان الفرق اللي صعدت بنفس اللعيبه من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى بيعانوا. لازم دايما تدعم بخبرات ودايما تدعم بلعيبه لعبت دوري ممتاز. يعني يمكن فرقه مثلا زي فرقه الاسيوطي هتبتدي تخش في الدوري بعد 12 13 مباراه ومعاهم دمنهور ومعاهم الرجاء مثلا كان السنه اللي فاتت، بيدخل متاخر جدا. ليه؟ علشان انت لسه اللعيبه اللي عندك كانوا بيلعبوا في الدرجه الثانيه ما اكتسبوش حساسيه المباريات، ما عندكش لعيبه خبره ازاي تعرف تتعامل مع الظروف والمواقف اللي بتحصل في الكوره. فاعتقد ان الانديه فكرت غلط جدا وسلمت دماغها لناس. يعني انا طبعا مش بلوم حد، ماليش ان انا اقدر الوم حد يعني، ولكن الكوره مفهومه جدا انك لازم تدعم كويس علشان تقدر تنجح حتى بالظبط بالظبط يعني. فاعتقد الغلطه دي بتحصل كتير يعني بتحصل كل سنه، واعتقد الناس ما بتتعلمش، واللي ما بيتعلمش ويدفع ثمن الخطا بتاعه طبعا يعني. ولكن صعب التكهن دلوقتي باسماء بشكل عام. والله بص يعني هو الثلاث فرق اللي صعدوا بنسبه كبيره بصوره كبيره فرصتهم هتبقى صعبه. في فرقتين كمان كبار بقى، يعني انا مش عايز اقول لحضرتك اسامي ممكن اقول لك بره الهواء، بس في فرقتين كبار هيعانوا يعني هيعانوا وهينزلوا وهتبقى كارثه في الكوره المصريه. ان فرقتين مثلا يعني مثلا مش عايز اقول الاتحاد السكندري، بس مثلا الاتحاد السكندري ممكن يعاني السنه دي. اعتقد ان الكابتن حسام حسن لما راح لهم هو ده المنفذ الوحيد اللي يقدر يساعدهم انهم يفضلوا في الدوري يعني. طيب هسألك مجموعة من الأسئلة مغلقة، يعني إجابتها هتقول لي نعم أو لا أو هترد عليا باسم واحد بس. ماشي؟ ماشي ماشي. أحسن لاعب لعبت جنبه في مسيرتك بشكل عام، لعبت في مقصة وكنت موجود وموجود حاليا مع وادي دجلة وقبلها في التليفونات، بشكل من أفضل لاعب لعب معاك؟ يعني ممكن أقول لك أربع لعيبة مثلا. لا عايز واحد. واحد صعب جدا يعني، بس هبقى بظلم ناس قوي يعني. اللي بيجي في بالك في حالة يعني هقول حسام غالي. حسام غالي. طيب احسن مدير فني يدربك؟ مفيش رد اسم واحد. لا مش هقدر يعني على طول. لا يعني اللي في ذهنك لما بسالك يعني ده مثلا هقول ثلاث اسامي ومش هقول. طب قول اسم واحد. مش هقدر اقول اسم واحد. لا طيب عشان يكون بشكل عشان يكون فين هنرجع له تاني. احسن نادي لعبت فيه؟ الاهلي ودجله على نفس المستوى. الاهلي ودجله نفس الاحترافيه. الاهلي ودجله نفس الاحترافيه. ماشي بقى النادي الاهلي هاخد الاجابه الاولى. افضل نادي في الدوري السنه دي؟ ان شاء الله هيكون انا شايف انبي، وان شاء الله وادي دجله برضو. احسن مدير فني مسك منتخب مصر؟ كابتن حسن شحاته. احسن حارس مرمى؟ كابتن عصام الحضري. ماشي. احسن مدير فني دربك؟ مش هينفع ارد عليك علشان ما ينفعش اديك اختيارات. طيب ما هو ما ينفعش نبخس الناس اشياءها يعني. فانا ما اقدرش افضل حد عن حد يعني. يعني انا هقول لك مثلا كابتن علاء ميهوب ليه فضل كبير جدا عليا في الكوره. كابتن احمد عبد الحليم، كابتن ايهاب جلال، كابتن حمد صدقي طبعا يعني. تأكيد كل الاحترام والتقدير للكباتن الكبار اللي قلتهم كلهم اسماء كبيره. طيب نرجع كمان نتكلم عن منتخب مصر، وقلنا من شويه ان احنا الدوري وقوته كلها بتصب في مصلحه المنتخب بشكل عام. شايف منتخب بعد الفشل في التاهل لامم افريقيا الفتره اللي جايه شايفها ازاي؟ مجموعه اللاعبين، هل شايف انت مع المدرسه بتقول جيل جديد يدخل وياخد المنافسه ونديله الثقه، ولا نعتمد على المزيج ما بين الخبرات وما بين الاجيال اللي طالعه؟ يعني انا بص كان لي وجهه نظر متواضعه جدا يعني. انا مشكله منتخب مصر ان انت قضيت على جيل كامل بجهازه وابتديت تعمل جيل جديد، ودي هي دي المشكله اللي بيقع فيها كل مدرب بيروح يمسك نادي او بيمسك منتخب، ان هو عايز يروح يعمل عكس اللي كان موجود قبل كده علشان يقول انا عملت شكل جديد. واعتقد ان ينسف ويبتدي من الاول. اعتقد دي نقطه صعبه جدا. كابتن حماده انا احترمته جدا لما جه وادي دجله وما غيرش كتير علشان ما يعملش زي المدربين المراهقين ويقول ان انا عملت شكل جديد او عملت لعيبه جديده، او كان لعيبه بره دخلتها جوه ولعيبه جوه دخلتها بره.
يعني هو ده منطق وحش جدا يعني. فيمكن منتخب كابتن حسن شحاته كان عندك احسن لعيبه على في كل الخطوط، احسن لعيبه في افريقيا على مدار 10 سنوات متتاليه على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات. يعني لو بتكلم في عصام الحضري احسن حارس مرمى في افريقيا على 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 مدار 10 سنين مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، وائل جمعه، احمد حسن، حسن عبد ربه، عماد متعب، ابو تريكه، يعني اسامي كبير جدا، احمد فتحي، حسام غالي، شوقي، اسامي كبيره جدا. فلما تيجي تطلع كل اللعيبه دي وتبتدي تعمل منتخب جديد حتى صغير، مش هيبقى فيه نفس الهبه، مش هيحقق نفس الهبه اللي كان محققها المنتخب. دايما اقول ان المنتخب الهبه مهمه جدا في كره القدم. يعني الكاميرون لما كان بيجي يلعبك وانت عندك الاسامي الكبيره دي، كانوا عاملين حساب ابو تريكه واحمد حسن والحضري ومحمد شوقي وحسام غالي، عاملين اسامي كبيره جدا يعني. فاعتقد الموضوع ده ما بقاش موجود لما بقى عندك، مع احترامي للعيبه الموجودين كلهم صغيرين ولعيبه مميزين جدا، ولكن ما بقاش في نفس الهبه. كنت اتمنى ان محمد صلاح يدخل مثلا ومعاه حجازي ومعاه مثلا نني في وسط اللعيبه الكبار دول، وكل فتره تدخل حد، لكن ان انت تلغي قوام اساسي وتجيب قوام تاني جديد، اعتقد انك هتعاني واحنا بنعاني دلوقتي علشان نوصل لافريقيا. ويمكن احنا ابهرنا العالم ان احنا اخذنا 3 افريقيا ورا بعض، ورجعنا برضو نبهر العالم تاني في ان احنا ما نوصلش 3 افريقيا ورا بعض واحنا يعني مختصين كده. ابهرنا الناس بسرعه التحول بالظبط في المستوى. تعرف طبعا الوضع الحالي ووجودنا في المركز 60، الشهر اللي فات كنا 38، قد ايه فشل التاهل ده اثر في تصنيفنا بشكل عام، وقد ايه هيتعبنا كمان في المشوار اللي جاي في 2018 لتصفيات كاس العالم، اللي هي بنامل ان احنا نروح هناك. بقالنا اكتر من ربع قرن ما وصلناش لمسابقه كاس العالم وما شاركناش في العديد من البطولات، فعلا احنا نموذج لابهار بشكل عام. طيب شايف ازاي الفتره اللي جايه، مدير فني محلي، مدير فني اجنبي، ايه الانسب لمنتخب مصر؟ مع كامل الاحترام لكل الناس المصريين، انا طبعا اتمنى كابتن حمد صدق ما يروحش علشان يفضل معانا، لان هيبقى خساره كبيره لينا احنا كلاعيبه، لكن اتمنى ان شاء الله نبقى في مدير فني اجنبي، علشان خاطر حاجه واحده بس، ان الراجل ده بيتعامل مع الدوري المصري بمنطق واحد. يعني لما شفت مستر بوب برادلي لما كان موجود، كان في احمد تمساح في المنتخب، وكان في طارق حامد، وكان في ابراهيم عبد الخالق، وكان في اسامي كبيره. يعني كل اللعيبه اللي بره النادي الاهلي والزمالك بيتمنوا ان واحد اجنبي يجي علشان يبقى في فرصه كامله للعيبه اللي بتلعب بره النادي الاهلي والزمالك. طيب ممكن تقول الو؟ الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كابتن حماده. كابتن حماده مين يا عم؟ كابتن دود. دود ازيك يا دود؟ ازيك يا كابتن دود، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اخبارك انت ايه؟ كله تمام. اكلت كويس النهارده؟ اكلنا جامد النهارده. ايه حكايه الاكل ده؟ روقان دود الجباس لفريق وادي دجله، بالتاكيد بنرحب بيك، تحياتي وتحيات كابتن اسلام. اهلا بيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. حكايه الاكل دي؟ ده كان في وليمه النهارده في النادي. جميل. كنا دابحين كده وعملنا شويه اكل يعني بعد التمرين. جميل. ده انتم معتادين تعملوا ده على طول في دجله؟ الحمد لله يعني. لا هو دودو اللي عايز يعمل كده. هو دودو يا دودو يا دودو، احنا مش هينفع بعد كل ماتش. النادي بيعمل حاجه كويسه جدا مكسب. بعد كل مكسب الحمد لله بندبح يعني، والحمد لله الحاجات دي بتوزع على الناس المحتاجه يعني. فمره كده اقترحنا ان احنا نبقي حاجه لينا ونقعد ناكل مع بعض يعني. فدودو النهارده لقيته قاعد اكل كتير قوي، قعد ساعه ونص بياكل، وكان وقال لي احنا عايزين نعمل كده، وكل ما ندبح لازم في قعده زي دي. قلت له اكل كتير قوي كده، هندخل مش هنقدر نجري. اكيد كابتن دودو بالتاكيد متالق في الفتره اللي فاتت ما شاء الله مع فريق وادي دجله، تغير في النتائج، كان البدايه كانت متعثره في بدايه الموسم، ولكن سرعان ما استفقتوا بسرعه وتداركتوا الامور، مع خاصه مع كابتن وجود كابتن حماده صدقي على راس الجهاز الفني. طبعا الحمد لله احنا يعني الحمد لله على الفتره اللي فاتت ماشيين كويس، الفرقه ماشيه كويس من ساعات يعني من قبل ما بدانا الدوري طبعا، وكمان بعد ما كابتن حماده جه ما شاء الله الفرقه السنه دي فيها لعيبه كتير كويسين. انا يعني جيت متاخر يمكن على الفرقه، كان هم بداوا فتره الاعداد الدوري خلاص يعني في حاجه في ماتش اوريدي، فلما جيت بقى الفرقه ما شاء الله فيها لعيبه كتير كويسين، كله يعني كمان محتاج لعيبه حاجه، كله مركز بس في الملعب. فدي كمان عندها كله عايز يظهر بشكل كويس في الدوري، كله حاسس ان احنا الفتره اللي فاتت نقدر نعمل حاجه كويسه. فطبعا ده مخلي الجو العام عامه في النادي كويس، ومخلينا حاسين ان احنا ان شاء الله ممكن السنه دي نعمل حاجه كويسه. طموحاتكم ايه كابتن دودي مع وادي دجله بشكل عام؟ يعني موجودكم في الوقت الحالي المركز الثالث 20 نقطه، ما شاء الله يعني واضعين نفسكم بشكل قوي في جدول الدوري في المركز الثالث، ايه اللي جاي؟ لسه كنت بتكلم مع الكابتن اسلام، عينكم على ايه؟ بتخططوا لايه؟ ومع كابتن حماده اتفضل. يعني هو احنا عامه اخدينها واحده واحده، مش بنفكر الدوري هيخلص يعني دي مخلصين، لكن احنا مركزين في ان احنا
مش عايزين نخلي نفسنا ان احنا نفكر بقى في مركز جامد ونحط ضغط تحت نفسنا ونلعب على يعني بضغط جامد. لا احنا بنلعب ماتش لماتش ومركزين ان احنا لازم نكسب كل ماتش، احنا بنلعب كل ماتش على مكسب اللي كان بره او جوه. فدي اللي مخلينا يمكن الحمد لله ماشيين كويس ان احنا واخدين ماتش بماتش. لكن طبعا كطموح كفرقه دلوقتي اعتقد ان الطموح زاد، ممكن يكون اول موسم الطموح ما كانش يبقى على مركز متقدم قوي من اول 3-4 في الدوري، لكن اعتقد بالمستوى اللي احنا ظهرنا بيه الفتره اللي فاتت وبالثقه اللي موجوده في الفرقه دلوقتي اعتقد ان الطموح زاد، وان احنا طموحنا يا رب نبقى يعني نلعب على مركز يعني نلعب افريقيا السنه الجايه، يعني نحقق مركز من اول 5 او من اول 4 في الدوري يا رب يعني. ان شاء الله. كابتن دودو الجباس نجم فريق وادي دجله اشكرك على المداخله الجميله. كمان معانا كابتن امير عبد الحميد حارس مرمى فريق وادي دجله وحارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر. كابتن امير اهلا بيك. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ازي كابتن امير؟ طبعا ومساء على اسلام. يا كابتن امير نور حبيبي. اسلام حبيبي يا كابتن. كابتن امير بالتاكيد طفره وانتعاشه مع كابتن حماده صدقي في الصفوف، وخاصه وجودك مع وادي دجله خلال هذا الموسم، الموسم اللي قبله كنت في سموحه. في البدايه اكيد حابب اعرف سر او اللي عمله كابتن حماده صدقي منذ قدومه للفريق، وهرجع كمان اتكلم معاك بخصوص تواجدك في وادي دجله. بالنسبه لي كمان كنت موجود في سموحه وكانت مفاجاه وجودك في وادي دجله بالنسبه لي. بص خلينا من البدايه طبعا نتكلم على ان انت لما حد يختار نادي يلعب فيه لازم يكون فيه كل الامكانيات اللي هي تكون متوفره للعيب كوره. يمكن الحمد لله فريق النادي وادي دجله من الانديه اللي هي فعلا الواحد لازم من غير ما يفكر يروح يلعب في فريق وادي دجله. منظومه متكامله، ناس محترمه جدا، مستر ماجد الثاني، كابتن علي ابو جريشه، مستر حازم خيرت، كل الناس صراحه من اول رئيس النادي يعني اقل واحد موجود مع حفاظ الارقام، ناس محترمين جدا، الانديه كلها الفرق كلها واحد، كلهم ايد واحده زي ما بيقولوا، يعني بصراحه نادي محترم جدا. يمكن السنه دي المسؤولين طبعا طبعا كان السنين اللي فاتت كان الطموح يعني او طموح نادي وادي دجله ما كانش كويس، كانت دايما كل سنه كان بيعاني شويه، لكن انت بتتكلم السنه دي هم مشوا ناس كتير جدا السنه دي، لعيبه جابوا لعيبه على اعلى مستوى. طبعا الطموح باين من البدايه، يعني انا بجيب حضرتك كلام حضرتك كله ده من البدايه، انت بتتكلم في حد مسؤول عنده رؤيه فنيه زي كابتن علي ابو جريشه، اداره ما تتدخلش في اي حاجه، لان هم يعني بيقعدوا مع بعض على ترابيزه واحده يشوفوا ايه محتاج والسنه دي الحمد لله تعاقد النادي تعاقد مع ناس كتيره جدا، ناس مميزه. في الاماكن اللي محتاجها الفريق يعني وفقا لوجهه نظر فنيه كمان استقطاب اللاعبين بناء على الاسس دي او المعايير دي. بالظبط، وفي نفس الوقت يعني الحمد لله هم كانوا طبعا بيبصوا حته الاخلاق قبل الدنيا. جميل. ده يمكن الحمد لله هم يعني بصراحه جابوا لعيبه على مستوى فنيا اخلاقيا كل حاجه بصراحه. كابتن احمد حموده طبعا بدا معانا والجهاز الفني بدا فتره الاعداد معانا ولعبنا الدوري ماتش بتروجيت وماتش الشرطه وماتش امبي مع كابتن احمد حموده، الناس اجتهدت، ناس اخلصت، كله اجتهد لحد ما جه كابتن حماده صدقي. طبعا خبره كبيره، اسم كبير، في نفس الوقت واخد ثقه ان هو ينافس مع اي فريق ويقود اي فريق ان هو ينافس على القمه، فكل دي اعتقد ان هي حاجات ايجابيه تكون في نادي زي وادي دجله ان هو ينافس. الحمد لله مش عارف كابتن حماده ما مسك طبعا ماشيين كويس جدا، عندنا 20 بونت لحد دلوقتي الحمد لله. طبعا دي مسؤوليه كبيره جدا ولازم اللعيبه تفهم كده ان انت كل مكسب عن مكسب اكيد ده بيديك ثقه ومسؤوليه كبيره في نفس الوقت. اعتقد ان الامور مش سهله ان انت عشان تنافس لازم الطموح اللي عند اللعيبه تكون عارفه ان في منافسه في اسم وادي دجله من الانديه الكبار دلوقتي موجود، اللي لسه المشوار طويل لازم نجمع النقط بحيث ان انت عايز زي ما عملنا في اسبوع السنه اللي فاتت كده ان انت جمعت النقط في الدور الاولاني بعد كده ده نفعك في الدور الثاني. فانا شايف ان شاء الله السنه دي كل المقاومات موجوده ان انت تنافس، لكن زي ما قلت المهم حاجه مهمه جدا هو ان انت لازم نحتفظ بتركيزنا بهدوءنا بروحنا ناخد الماتش بماتشه
كل ده يديك دوافع ان انت تنافس ان شاء الله. مش هقول لك ناخد الدوري لكن ان شاء الله نبقى في من ضمن الانديه اللي هي في القمه ان شاء الله بالتاكيد. طيب كابتن امير، اخيرا لقاء الاهلي يوم السبت، انت واحد من نجوم النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت، قول لنا في الصعوبه الحاليه وفي ظل الصعوبات اللي فيها النادي الاهلي، 15 لاعب بس هم اللي موجودين، مطلوب مكسب بهدف وحيد قد يكون كفيل بتاهل النادي الاهلي، شايف فرص النادي الاهلي في هذا اللقاء عامله ازاي؟ بص خلينا واقعيين، طبعا ماتش صعب جدا على الاثنين، على الفريق الجواري والنادي الاهلي، وعلى النادي الاهلي. طبعا انا عايز اقول بس ان طبعا النادي الاهلي نادي كبير، ووقت الصعب بتلاقيه اللعيبه بتلعب روح عاليه، لكن انا عايز ان شاء الله اللعيبه تأدي روح عاليه وتركيز اقوى في الماتش اللي فات، لان ده يعني هيخلي اللعيبه ان شاء الله تاخد بطوله مهمه كمصريين ولينا وللعيبه لا اسمعهم طبعا بالظبط في السجل بتاعهم، ان دي اول بطوله تدخل للنادي الاهلي ان شاء الله، ولكن هو محتاج تركيز اكتر، محتاج قوه اكتر. طبعا النادي الاهلي كانت في قوه كبيره جدا في الجمهور، ان شاء الله يبقى املنا في الجمهور كبير باذن الله. ناس تشجع من اول لحظه، ان الناس يعني 90 دقيقه الماتش بيخلص في 90 دقيقه، فان شاء الله لعيبه يكون التوفيق حالفها باذن الله ويكونوا موفقين ان شاء الله. كل شيء هو التوفيق، وان شاء الله بالتوفيق لهم ان شاء الله ياخدوا البطوله باذن الله. كابتن امير عبد الحميد حارس مرمى فريق وادي دجله ونجم منتخب مصر، اشكرك شكرا جزيلا. كابتن اسلام هرجع لك تاني بالتاكيد، وبشكل عام مدير الفني قلت لي عايز مدير فني محلي ولا اجنبي لمنتخب مصر؟ يعني انا قلت احترام طبعا كامل للمديرين الفنيين المصريين، وقلت كابتن حماده لو راح يبقى خساره لينا، عشان كده انا مش عايز يروح بس مش اكتر. اتمنى يبقى مدير فني اجنبي، زي ما قلت لحضرتك نفس المنطق، ان هو بيتعامل مع كل اللعيبه زي بعض ومع كل الانديه زي بعض، بياخد اللعيبه اللي المفروض تستاهل ان هي تبقى موجوده، واتمنى ان شاء الله ان احنا يبقى لينا دور في المنتخب الفترات اللي جايه، كل اللعيبه اللي هي بره النادي الاهلي والزمالك، عشان حضرتك عارف ان فرصهم بتبقى صعبه شويه. فاتمنى ان شاء الله نبقى مدير فني يكون اجنبي. طيب خلينا نتكلم ونستعرض مع بعض السوشيال ميديا وتعليقات وكومنتات اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع. نبتدي بمحترفينا المصريين، وبدايه من احمد المحمدي نجم هال سيتي الانجليزي، وبيقول نقطه جيده خارج الارض، كان طبعا عندهم لقاء مع ايفرتون ويتعادلوا تعادل ايجابي 1-1 مع ايفرتون، وكان عندهم بالتاكيد عندهم لقاء السبت اللي جاي، بيقول لقاء مهم مع ويست بروميتش. على فكره هم في مركز 17 عندهم 12 نقطة، الدوري الانجليزي 20 فريق هو في المركز 17، بيقول مباراة هامة المباراة اللي جاية عشان دي مع ويست بروميتش عنده 13 نقطة في المركز 16، وبالتالي لو كسبوا هيعدوهم وهيكون تحسين للمركز بشكل عام. الأخير 10 نقاط وهو ليستر سيتي، وطبعا تشيلسي بيغرد منفردا في الصدارة بفارق 6 نقاط عن الأقرب ليه وهو مان سيتي عنده 30 نقطة. نروح لأحمد حمودي كمان نجم بازل، وشكله كده في رحلة وفي أجازة لجولة تفقدية لمدينة بازل، وفي إحدى الصور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على فكرة متصدرين وكسبانين آخر لقاء أمام زيورخ بنتيجة 2-1. نروح لنجم تشيلسي الإنجليزي نجم دروجبا، وفي أنباء إنه من الممكن يجددوا له عقده كمان سنة، محتفل طبعا بهدفه في مرمى توتنهام في اللقاء الأخير انتهى 3 لتشيلسي لا شيء لتوتنهام، كان دروجبا ليه نصيب انه يحرز هدف من الثلاثة. نروح لاوسكار نجم تشيلسي ايضا بعد هذا الفوز وفوز تشيلسي على توتنهام، واحد من اللاعبين لم يحرز هدف، كان الاهداف لهازارد ودروجبا وريمير، لكن عزز الصداره مع فريقه، بيقول هلا تشيلسي للامام دايما، وبيعبر عن فرحته للفوز. ريمي ايضا نجم تشيلسي بيقول حقيقه يعني جيم سعيد ولعبنا بشكل جيد، احرزنا 3 اهداف مميزه، على فكره لسه راجع من الاصابه وواحد من اللاعبين اللي انضم تشيلسي من كوينز بارك رينجرز الانجليزي. ايضا سيرجيو اجويرو نجم مان سيتي، ومان سيتي عمل نتيجه كبيره امام ساندرلاند وقدر يكسب ب4 مقابل هدف وحيد، يمكن كان اجويرو احرز هدفين من الاربعه، والاهداف بيقول ان الاهداف اكثر حاجه ممتعه في حاله الفوز بشكل عام. مسعود وزيد نجم ارسنال، وطبعا على خلفيه لقاء ارسنال وساوثهامبتون واللي انتهى بتفوق ارسنال بهدف مقابل لا شيء، مسعود وزيد ما زال مصاب وقدامه حوالي شهرين، بيقول الاهم كان النصر وده اتحقق، في اشاره لعدم الاهميه طبعا للنتيجه ولكن للاداء، ولكن الاهم هو النتيجه. اندرين يستا سعيد بالعوده مره اخرى للملاعب وتواجده مع الفريق الكتالوني، وده كمان اتضح في تويتت لويس سواريز
بعد تفوق برشلونه على هويسكا بنتيجه 4-1، قال سعيد بالفوز وبيهني انيستا على عودته، وكمان عودته باحراز هدف، ده اللي اكده انيستا وقال ما احلى العوده، والعوده كمان باحراز اهداف. ده طبعا في اللقاء اللي جمع ما بين برشلونه وهويسكا وانتهى 4-1. بالتاكيد مهم جدا كابتن اسلام تواصل اللاعبين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، انهم يكون في وسيله بيتواصلوا بيها مع جماهيرهم، وعلى طول بيابديت اخباره وبيعرض لهم، بيكون في على طول متابعه لاخر التطور. ما فيش شك طبعا حق الجمهور عليك انه يعرف اخبارك ايه، والناس اللي دي بتشجعك واللي بتقف جنبك، اعتقد ان هم حقهم ان هم يعرفوا اخبارك وان هم يعرفوا التطورات والامور الجديده اللي بتحصل عشان يبقى عايش معاك وعلشان يقدر يواصل معاك التشجيع ويبقى واقف دايما، يبقى سبورت دايما ليك ويقدر يساعدك ان انت تعمل حاجه كويسه. فاعتقد الجمهور دوره مهم جدا يعني طبعا يعني. بالتاكيد. وبشكل عام كده شايف مسابقه الدوري من ممكن انها تفرز لنا في الاخر عناصر نقدر من خلالها ان احنا نكون منتخب قوي، ولكن محتاجين ايه تاني؟ محتاجين نبقى في تخطيط جيد جدا، ومحتاجين ما نستعجلش، ما محتاجين نبقى بنائين، محتاجين ان احنا نبقى ايد واحده، محتاجين ان احنا يعني ندرس السلبيات اللي في الفتره اللي فاتت بطريقه كويسه جدا ونتجنبها، ونحب مصر بجد بعيدا عن الشعارات يعني. زي ما قلت كابتن، هي الاستعداد يعني اعاده النظر بشكل عام. اليابان على فكره عندها اولمبياد 2020، وشفت لهم كده محاولات بيعملوا نوع من انواع التنافس، هم متميزين طبعا بالنواحي الالكترونيه وشاشات العرض وتقنيات البث والحاجات دي، هم متميزين فيها، عاملين روح من المنافسه مع جماهيرهم بشكل عام، مع كمان الشركات دي اللي موجوده بيتنافسوا، يكون ايه التقنيه الجديده، ايه الجديد اللي هيقدموه، قالوا هنعتمد على التكنولوجيا، التقنيات اللي موجوده هي اللي ممكن تنجح بطوله، قد ايه بيقدروا يوظفوا امكانياتهم البشريه وامكانياتهم دي في الكوره، فبطوله بيظهروا بيها للعالم كله. على فكره الاتش دي او تكنولوجيا اتش دي كان موجود في اليابان من 2010، وكان موجود في دول قليله جدا يمكن بدانا نشوفه، لكن ده مرتبط بالبي بي في او الدفع مقابل المشاهده بشكل عام. عموما بيقولوا ان في تكنولوجيا جديد هتبقى 4K، يعني هنلاقي صوره وكواليتي صوره افضل بكتير بشكل عام. اذا الاستعداد الجيد هو الافضل وهو الاسهل. استعداد مهم في كل حاجه. شكرا ربنا يخليك. ميرسي جدا. انا بس يعني في الاخر عايز اشكر مستر ماجد سامع على الاحترافيه اللي موجوده في النادي انا وكل زمايلي. حضرتك سمعت كل اللعيبه بتتكلم عن النادي زي يمكن دودو امير بيتكلموا بنفس الطريقه، وما سمعتش ان في مشكله مره حصلت. عايز طبعا كانت دي فرصه بالنسبه لي ما ينفعش اعديها ان انا اشكر كابتن علي بجريشه ومستر حازم خيرت ان هم اختاروني ان انا ابقى موجود ضمن الكتيبه المقاتله في وادي دجله، اللعيبه المحترمه المتميزه. واتمنى ان شاء الله انا وزمايلي ان شاء الله مع كابتن حماده نعمل حاجه كويسه لنا الفتره الجايه. وجميله كمان اشادتكم بالاداره بشكل عام، مجموعه من اللاعبين، كان معانا كابتن امير، كان معانا كابتن دودو الجباس، معانا كابتن اسلام، كلكم ده اقل حق ليهم علشان الناس موفرين لنا كل حاجه. فده اقل حاجه ليهم ان احنا نشكرهم يعني. بالتاكيد كل الشكر والتحيه للمسؤولين. بشكر حضرتك طبعا. انا ميرسي. شكرا جزيلا كابتن اسلام، شرفتني ونورتني. بكره الساعه 5 في بروفا على تسليم الميداليات وتسليم الكاس كمان، وهيكون في شخصيات كبيره موجوده من النادي الاهلي، المهندس محمود طارق كرئيس النادي هيكون موجود، ايضا كابتن حماده شادي مسؤول للشركه الراعيه، عشان يربطوا الامور ويشوفوا الدنيا هتكون عامله ازاي، ويكون في بروفا نهائيه بكره استعداد ان شاء الله ليوم السبت. شكر خاص لفريق الاعداد وفريق الاخراج كمان. شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، على وعد بلقاء اخر يتجدد من خلال برنامج الملعب. دمتم في امان الله والى اللقاء.